قال: هل يجوز أن نأخذ العلم من أمثال أبي خديجة الذي في برنامج هام بريطانيا البريطانية ومن معه أصحاب المكتبة السلفية قد تحزبه متعصبا الشيخ ربيع لغيره؟ إذا كان أبو خديجة من هؤلاء المتعصبة وقد نزل عندهم الشيخ حفظه الله وحصل الدعوة طيبة، فما أنصح أن يؤخذ العلم عنه لا عن أمثاله من أصحاب الغلغلة على الدعوة السلفية وممن يخدمون الحزبيين ويخدمون المناوئين للدعوة يشككون في هذا الخير، فما أنصح بالأخذ عنهم. أصحاب المكتبة السلفية هم جهال صحيح، نزل عندهم وهو أخبر بهم مساكين. أولئك أخوان أول ما يعرف السلفية يظن أن السلفية هي المهاترات بس، ويظن أن السلفية الشيخ ربيع، هذا السلفية الذي ما يعرف الشيخ ربيع هذا ما هو سلفي.